قلت له ماشي، خد بالك بقى من اللي جاي دي. قلت له ماشي، انا عايزك تنسرت تاني دكتور ماشي، وتنسرت تاني بروتو كانت صح، ايوه وبتعيله ايه كومنت ماشي تمام حلو، وبعدين قمت قايل له ايه طبعا لو عملنا لو، وبعدين قمت قايل له سيبك انا كنت كولج ديجري فجاب البيانات دي كلها صح، وقمت قايل له ايه رول باك، قمت قايل له ايه تمام رول باك، ورجعت قلت له سيلكت اسك فروم كولج ديجري. ايه اللي حصل؟ ده ما اتغيرش مش هيتغير. ليه؟ ما اتغيرش لان الكوميت نهت معناها حفظ نهائي، كوميت بقى معناها ايه؟ حفظ هي نهائي الستول بوينت جديدة ايه؟ هي الستول بوينت الجديدة بتاعته فهو لما قلت له كوميت لغايه هنا هو كده بالنسبه له مفيش تراجع، لو كان في حاجه حصلت ما بين الكوميت وبين الرول باك يقدر يتراجع فيها، يعني لو في حاجه ما بين الكوميت والرول باك يقدر يتراجع فيها، لكن ما بين الكوميت، لكن الكوميت اخرك ما يقدرش يطلع فوقيها تاني. طب هو بيستخدم الحركة دي ليه؟ في الداتابيس ده واضحه جدا يعني، اديك شايف انت قاعد دلوقتي لا لا مستهلك. يعني هو ليه اهمها بيحب يعمل اهميتها الحركة؟ الحقيقيه، اهميتها الحقيقيه، اديك مثال واقعي جدا، اديك مثال واقعي جدا. المثال الواقعي ان لو انا عندي مثلا داتابيز مثلا مع هولد اوردر والاوردر ديتيل ماشي ماشي الحال، خلينا كده مثلا، خلينا نقول كده ان في عندنا مثلا وليكن في تيبل اسمه الاوردر اي دي. لا ده اصلا مايكروسوفت دي عندها مشكله في الداتابيز، المفاهيم عندهم ضايعه والله بجد ما بهزرش، ما اعرفش مش قادرين يفهموا الداتابيز ولا ايه الموضوع بتاعهم، بحس كده ان هم مش قادرين يفهموا الموضوع بتاع الداتابيز خالص، بحس عايزين كورس عايزين كورسات والله بجد عندهم مشكله كبيره جدا. تعالى مثلا نقول ايه الاكزامبل البسيط ده، ما اعرفش جبته منين بس شغال. الراجل عمل ايه؟ عمل اوردر اي دي واحد، وعامل بيلنج ادرس، وعامل توتال طبعا المفروض يبقى غلط بس ماشي، وعندي التيبل تاني اسمه الاوردر ديتيل، التيبل تاني اسمه الاوردر ايه ديتيل. الاوردر رقم واحد، الاوردر رقم واحد اسمه تيست 1 ماشي، الاوردر اي دي اهو، والاوردر ديتيل الاولى ان هو اشترى من البرودكت الاول بسعر 5، المفروض كان يبقى فيه كميه وفي تفاصيل ماشي. تمام والاوردر رقم واحد هو هو يعني في الريكورد الثاني اشترى برودكت 2 ب 5 برضه، المفروض دي كانت تبقى كوانتيتي. الناس مش عارف هو في ايه، طب انا ارسمها انا ولا في مفهوم ولا واصله الفكره؟ واصله واصله يا دكتور واصله واصله الفكره. طيب هو فعليا لما تيجي تضيف اوردر، اسالك سؤال، لو الاوردر ده اللي هو رقم واحد ده عشان نضيفه في الداتابيز ايه اللي بيحصل؟ ثلاث انا برمي عمليات الهيدر انسيرت، الاول ثلاث هحول جمل الاي دي انسيرت، ثلاث جمل انسيرت، ادي انسيرتاي هتنزل لي الايه الاوردر، وانسيرتاي هتنزل لي اول اوردر ديتيل، وانسيرتاي هتنزل لي ثاني اوردر ديتيل صح؟ تمام انا حبيت ارجع في كلامي في اولدر ولا ايه؟ لا هسالك سؤال بقى، لو في وانا بنزل الاوردر بنزل البرودكت رقم اثنين ضرب مني بعد ما ضفت الاوردر وضفت الاوردر ديتيل وجيت عند الاوردر ديتيل الثانيه حصل اي ايرور؟ اي ايرور ماشي؟ تمام ايه اللي هيحصل؟ هيبقى بنال، ممكن يبقى بنال، ممكن يا يحصل اي راجل مشكلة بس يعني ينفع اطلعك فاتوره رقم غير الحاجات اللي انت اخدتها؟ لا طبعا ما ينفعش. مفترض دلوقتي اوقف كل حاجه، مفترض ارجع الاوردر واقول لك الاوردر ده ما ينفعش، ما ينفعش اسجل لك جزء منه لان ده ممكن يكون انفويس، ممكن تكون فاتوره صح؟ بالظبط ايوه صح. افضل ليا ان انا اقول لك في ايرور ادخل الفاتوره من اول وجديد صح ولا لا؟ ايوه لكن اعمل رول تخيل باك. مثلا ايوه ان ايوه واحد جه اشترى مني مثلا 20 ايتم عمال ينقل حاجات وفي واحد ضرب من ضمن 20 رقم 8 مثلا، ينفع اطلع فاتوره لغايه اول 7 بس واقول له ماشي حالك بيها ولا اعمل ايه طيب؟
ده في مشكلة تانية يا دكتور، ان ممكن مثلا السعر بس هو اللي يفضل، وجملة يعني جملة انسرت متنفذة كاملة، السعر بس هو اللي ينزل مثلا. قول بشكل لا لا ما تحصلش. والنيم مش موجود او الاي دي مش موجود. لا ما تحصلش دي يا باشمهندس. لا والله بتحصل تبعنا. ما تحصلش كده. بيتقال ازاي؟ الام الام لا. هي تحصل ازاي؟ لو انت بتعمل جملة ابديت مثلا. تمام؟ فبتعدل الاسعار. اه بالظبط ابديت. ماشي؟ فانا بعدل اسعار المنتجات اللي عندي. بضرب مثلا في 10. ففي منتج رقم 125 ضرب. المفروض تقول لي ان الاسعار كلها ضربت، ولا تقول لي بص شويه يا باشا ظبطه وشويه باظه وتصرف انت. يعني فهمني ازاي؟ لما تتنفذ لما لا. ما هي العمليه اسهل لك تقول لي ايه معلش حاول في وقت تاني واحاول تاني واجرب مش مشكله عندي. ما هي المشكله يا دكتور ان بتبقى عمليه انسيرت وابديت وديليت ثلاث حاجات مثلا او اربعه مع بعضيهم بيبقوا تحت زرار اللي هو بتاع البرنت بتاع الفاتوره ده. فطبعا وارد ان يحصل ايا كان ايا كان انسيرت 2 3 ابديت بتاع مش عارف ايه ايا كان. الخلاصه انا بس بدي اكزامبل واقعي عشان يفهم ان احنا ممكن نحتاج الرول باك. ايوه ليه مش باينه هنا؟ مهمة جدا عشان احنا مضطرين واحنا وبنكتب نكتب الامر كله على ايه؟ الامر كله على بعض صح؟ ايوه عشان كده فتحت انا هنا دلوقتي ليه؟ فتحت الكوماند برومت وقعدت اشتغل واضيف واعدل واحد البسيط ده فالدنيا بقت كويس بقت واضحه الفكره واضحه انا ضفت فيها حاجات وضحت فيها في الاخر وضحت وضحت يا دكتور تمام؟ ايوه بس بس الاجابه معلش يا دكتور هيتنفذ لو في مشكله لا صوتك قطع هيتنفذ لو في مشكله ولا لا؟ هو ايه ده هيتنفذ لو في مشكله ولا لا؟ لو معايا جمله ابديت او جمله انسرت المجموعه من الروهات وفي النص حصل اي مشكله هيتنفذ كله ولا هيعمل رول باك لوحده؟ مش لوحده. انت هنا اللي بتقول له اعمل رول باك او ما تعملش رول باك. كوميت او ما تكوميتش بس ده على لا ما اقصدش ما اقصدش اقصد لو انا دلوقتي عملت جمله ابديت ومعايا اكتر من 1000 رو مثلا وهيعمل للسالري مثلا اي ابديت وبعدين جه في النص كده راح الداتا بيز عامه قطعت مني هل هو هينفذ ولا ماشي بص لو جمله ابديت واحده لو جمله ابديت ركز معايا في الكلام لو جمله ابديت واحده ماشي الحال يعني ايه ماشي الحال؟ الداتا بيز هترد عليك وتقول لك ايه لان في الاول وفي الاخر الجمله دي ما اتنفذتش ماشي لكن احنا بنتكلم هم بيتكلموا من وجهه نظر ان في ابلكيشن راكب على الداتا بيز تمام زي ما قال مثلا ما اعرفش مين فيكم قال ممكن يكون الزرار اصلا تحتيه ابديت على انسيرت على ديليت على بتاع والدنيا معكوكه وشغل بقى وقفت ان حصل كذا روح اعمل ابديت في الجنب الفلاني وقفت في التيبل الفلاني والدنيا كله بقى ايه شغل تاني فاهمني ده بقى هو اللي بيساله فيه بيقول طبعا دلوقتي بعد ما عملت جمله انسيرت انت بصيت ان مش كله نزل عايز اوقف انت جمله واحده حصل فيها اي ايرور فبتضرب وبتطلع ايرور على مستوى الجمله الواحده الماي سيكوال بترول باك يعني لو انت بتعمل مثلا ابديت وفي 20 ريكورد المفروض تعدله والريكورد رقم 9 رقم 1 ضرب الجمله بتفايلر كلها وبترول باك الجمله يعني ما تتنفذش كلها فهمتني؟ وصلت كده؟ هي وصلت بس انا يعني ايه انا 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 حطيت نفسي كده ايه وحضرتك بتتكلم اكني واقف مثلا في اي سوبر ماركت كبير زي كارفور ولا باندا وواقف مثلا على الكاشير وفجاه مثلا لقيته عمل نفس الحركه دي بس بيجيب واحد معاه بريفيليج معينه بيروح فاتح المكنه ويرجع تاني ويروح جاي شغال هو ما بيصلحش حاجه وما حصلش ديباجز معين في 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 بروفايل معين هو بس حصل خطا معين في المكنه وعمل لها ريستارت وشغلها من جديد اشتغلت يعني ضربت دي انا بسمع من حضرتك كلمه ضربت يعني في حاجه في الكوماندز غلط في حاجه هو لا خد بالك من حاجه هو مش حاجه في الكوماند الداتابيز دي اللي انت بتتكلم حط مثال بحاجه واسعه قلت مثلا بي او اس اللي هو البوينت اوف سيل اللي موجود في كارفور مثلا خد بالك ممكن يضرب بس انت مش متخيل ان هو يضرب لاسباب كتير ليه هو فعلا جدول البرودكتس اللي هم شغالين عليه هو تيبل الواحد فاهمين اللون واحد شغال عليه في مليون واحد شغال عليه هو بدا ترانزاكشن الراجل دلوقتي بيغير مثلا في الكميه واحد بيغير في ايه في الكميه تمام في اللحظه دي في اللي هي
الزيرو تغيير. سكند دي اللي هي ممكن تكون مثلا 22% ملي سكند مثلا في اللحظه دي كان الثاني داس في نفس الوقت على نفس الزرار بيطلب نفس المنتج وبيقلل منه كميه. ده واحد بيسحب من البي او اس دوت 5 وده واحد بيسحب من البي او اس دوت 10 والكميه اللي موجود عندي 20. اللي بيحصل انه بيحصل لوك يعني في واحد دخل اللي انا الاول بيلوك التيبل لغايه لما يعمل عمليه تعديل في الكميه عشان يفتح لك انت. فممكن في اللحظه دي لو انت دخلت تحس ان السيستم ما اداش ما عملش حاجه بس هو في عده داتابيز بتحافظ على الداتا بتاعتها عشان مش واحد عشان ما تبقاش غبيه. يعني ايه ما تبقاش غبيه؟ واحد سحب 2 واحد سحب 10 والكميه الموجوده 20 المفترض الطبيعي يبقى اللي هيتبقى 8 صح؟ فلو الداتابيز دخلتهم معا هتسحب ايه؟ هتاخد ال 20 وممكن تسحب ال 12 دول وتخلي المتبقي 18 او المتبقي 10 حاله من الاثنين. انت متخيل الغباء لو ما عملتش بس لوك. بس هل فعلا السيستم بتاع مثلا بيمشي بالطريقه دي؟ مفيش حاجه اسمها مثلا يقدر يشتغل بارلل والاثنين في الداتا لوك ماي سيكوال لوك لازم لوك 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 لازم طبعا ألف ب. لو انا اشرح لكم الفكره بتاعت الموضوع ده هنطول شويه بس لا هي لازم بيحصل لوكينج ودي مشكله بس يعني مش كل يعني مثلا لما هي الحلول بتبقى معلش يا باشمهندس محمود هي الحلول بتبقى دايما في الابلكيشن. يعني انت لازم الابلكيشن بتاعك مع الداتابيز بيبقى الموضوع على بعضيه. انت راجل عامل مثلا بروسيجر في الداتابيز بتقوم بشويه وظايف عشان المشاكل الحلول زي كده والبروسيجر دي انت بتناديها مثلا الابلكيشن او ان انت يعني بتبقى لا اتفضل سيكوال سيرفر حلها يا دكتور خد بالك بس بعد اذنكم ماشي لا هو مش مظبوط خد بالكم اللي انا بتكلم عن المانجمنت اللي بيحصل في الترانزاكشن ده بيحصل من مستوى الداتابيز نفسها. ممكن يا دكتور معلش قبل ما حضرتك تكمل اوضح حاجه بس اللي انا اعرفه مثلا في كارفور السيستم بتاعه مرتبط من السيستم في الامارات مثلا ده السنتر بتاعهم لا. وده تقريبا مرتبط بكارفور كله على مستوى العالم. لا في فرق. الكلام ده مش مظبوط حبيبي. ده الكلام مش مظبوط مظبوط نسبيا. يعني انت بتتكلم فيه ده لكن البيو اس اللي قاعد قدامك ده مرتبط بالكميات اللي موجوده في الفرع. يعني اكنها بالظبط في الاخر هي حتى لو كانت داتابيز واحده فهو في تيبل لوحده هو يعني برضه مش اشتغل كتاب الواحد خاص بالفرع اللي هو فيه فبرضه مش هتبقى اللقطه اللي انت فاكرها ليه اللي هو كله في تيبل واحد. يعني مش حاطين الدنيا كلها في تيبل واحد مش هيحصل. تمام فاهمني؟ تمام تمام. فعلى حسب الفرع بتاعه ساعات بيبقى هم شغالين من غير انترنت وكلام زي كده بيبقاش عايزين الفرع بس يبقى شغال. فلا مش زي ما انت متخيل ان كله متربط ليه تيبل واحد وحركه واحده. لكن وارد يكون في سيستم زي اونلاين حاجات بتحصل فيها زي كده فاهم. في حاجات زي كده بتحصل بس انا عايز يعني ايه اقول ان مش الحته بتاعت الترانزاكشن دي حاجه اسمها اسيد تمام. ودي الاسيد ده مفهوم اساسي بتقوم عليه كل الريليشنال داتابيس تمام. هو مفهوم اساسي انا مش عارف بس اخش في اعماقه لكن انا ممكن اديكم نبذه سريعه ماشي نبذه سريعه عنه بما انكم يعني الاسيد ده هقولها دلوقتي تمام. هي طبعا كل كلمة فيها معنى زي مثلا الـ A من كلمة أوتوميك تمام. الـ A من كلمة أوتوميك أسيد الـ C معلش سوري الـ C consistency والـ I isolation والـ D durability تمام. خلينا نبص على بصة سريعة تمام. بيقول لك إن الـ A الترانزاكشن كلها تمام هتتنفذ كلها هي ترانزاكشنز all are all or nothing. يعني هتتنفذ كلها على بعضها يا ما تتنفذش كلها على بعضها. دي معناها صح كده دي كده ايه دي اول حاجه دي معناها ان هي وحده عشان كده سموها اتوميك يعني وحده واحده تمام. هي كل ان شاء الله تكون 20 عمليه هو بالنسبه له ترانزاكشن حاجه واحده تمام. يتنفذوا كلهم يقف كله. كونسيستنسي يعني ايه؟ يعني لازم الـ only valid data is saved. يعني لازم البيانات السليمة المهمية كلها تتسيب تمام. أي بيانات فيها مشكلة وقف ماشي. لو عنده نسخ يعني إيه الحتة دي تختص بيها مين؟ تختص بيها المثال اللي أنا قلته بالنص
اللي هو لما كان الداتابيز عندي فيها 20 وفي واحد دخل في البوينت اوف سيل دي بياخد 10 وفي واحد بياخد في البوينت سيل دي بياخد 2، لازم يحصل لوك تمام ويحصل العمليه تتم، وبعد ما تتم التاني يخش عشان تحصل كونسيستنسي، عشان تحصل ان البيانات تبقى سليمه 100% تمام. والا لكن اللي هو عمل له لوك ده ما يحصلوش ما يحصلوش اي مشكله، ما يضربش حصل له مشكله يرجع فيه كله، مش مشكله عنده بعد. يرجع فيه كله على بعضه ما عندوش مشكله، والتاني يخش يعمل عملياته ما فيش مشكله تمام تمام تمام. isolation ان الترانزاكشن dont affect الايه البعضها. يعني يعني ما ينفعش ترانزاكشن تقوم ترانزاكشن بتعمل ترانزاكشن، ما ينفعش الكلام ده يعني ليه؟ لان الترانزاكشن بتلوك، فافترضنا في دلوقتي ترانزاكشن اللي عملت لوك، طب الثانيه دخلت هتلوك اللي معمول له لوك ولا هتفتحه ازاي وهي معمول له لوك؟ مش هتعرف تفتحه. فلو في ترانزاكشن بتفتح ترانزاكشن بتفتح ترانزاكشن مش هيحصل، لان الترانزاكشن معناه ان حصل لوكينج تمام عشان تتنفذ تمام. مفيش حاجه تاثر على الثاني، كل واحد شغال لوحده. امبارل ترانزاكشن شغال امبارل يعني مش بارل تمام. الديورابيليتي طبعا ان الداتا اللي بتتكتب ما ينفعش ان هي تضيع تمام، ده مفهوم شويه بعيد عن الترانزاكشن، بس هو في الاساس ان البيانات لما سيبت ما ينفعش ان هي تتشال الا باوامر ثانيه، الا باوامر ايه؟ الا باوامر ثانيه. معلش انتوا فتحتوا الموضوع بس انا ما كنتش عايز اخش في دي، بس يعني بس ده معنى كده يا دكتور مثلا لما يكون في مكان فيه اكتر من 15 فيل. بس عايز اقول حاجه بس معلومه معلش انا هقطع كلامك. اكتب اسيد في الريليشنال داتابيس، خدوا بالكم انا ما اتكلمش عن ماي سيكول، المفهوم ده مفهوم عام في كل الريليشنال داتابيزز فهمتوني؟ يعني مش مفهوم خاص ب داتابيز معين. اتفضل. بس دكتور ممكن معلش معلومه حضرتك صححها لي معلش، هو احنا ساعات بنفك اللوك دوت بنكتب في السيكوال سيرفر ان الداتا دي داتا ديرتي، فبيفك اللوك دوت وبيخلي اي يعني لو معايا 30000 جمله سيلكت في نفس التيبل بيجيب الداتا لكل واحد عادي، يعني هو انا بعمل سيلكت بكتب له غيرتي داتا وبالتالي هو بيفك اللوك دوت وبتمشي الدنيا طبيعيه. وطبعا سيكوال بتاع ده ريليشن داتابيز. لو انتوا سامعين الباقيين سامعين يا دكتور. طيب الريد حاجه والرايت حاجه، انا بس يعني هضطر تدخلني في موضوع، بس انا اللوك والانلوك في الريليشنال داتابيز تمام برضو مفهوم مهم. انا ما اعرفش الصوره هتطلع لنا ايه، بس انا عايز حاجه تكون بتعرف تقري، انا مش شايفكم واضحه دي ايه واضحه؟ طب اقرا لي انت اللي هي ابلكيشن والناحيه الثانيه داتابيز. حلو. اول عمليه قال لك ايه؟ كرييت لوك. لا انا مش شايف كرييت لوك. تفضل. لا مش عايز اشوف، انا عايز تكون اوضح. وجود سيلكت ايوه المثال ده مثلا، تعال نبص على المثال ده ماشي. خد بالك بقى هنا ان هو عنده هنا ترانزاكشن تمام، عمل لوك على ايتم بي ماشي، بيريد بي وغير قيمه بي خلى بي بتساوي بي ناقص 50 اكتر من 50 اي حاجه ماشي، وعمل رايت على بي وبعد كده عمل انلوك. تلاحظوا ان هنا في اللحظه دي الترانزاكشن الثانيه تبدا تشتغل، واخد بالك؟ يعني هي فضلت واقفه طول ما بيعمل ده اللوكينج اللي بيحصل تمام. مش كل اللوكينج في الكونكرنسي في الكنترول مانجر او في الكونكرنسي كنترول بيحصل على كل العمليات، ساعات بيحصل على الريد، ساعات الريد بتفتح تمام، يعني ساعات الريد بتفتح. تعالى مثلا انا بفتح امثله مش محضره. انا متخيل يا دكتور هنا. مثلا لما يكون في 15 كاشير في مكان كبير وال15 كاشير مثلا جات لهم كرتونه بيض في نفس الوقت وال15 كاشير ضربوا كرتونه بيض مثلا، واحد بس اللي هيشتغل وال14 واقفين؟ لا يا باشا كل ده بيحصل في الفينتو ثانيه ما تقلقش، يعني كل ده يعني من ثانيه تلاقي كله دخل مش مشكله. تمام. والعمليه بتحصل خد بالك اللوكنج بيحصل لما اكون شغال على نفس الايتم، مش ايتم مختلف. ايوه ما انا واخد بالي على نفس الايتم، عشان كده بقول لو كلهم ايتم بيغيروا الكميه، لو كلهم بيغيروا الكميه طبعا لازم، بقول لك
والا هنلاقي في الاخر كميه خاطئه. تمام. ولا في الاخر هنوصل على كميه خاطئه لان السيستم مثلا ار بص معايا انت رقم واحد. قريت لقيت الكميه اللي موجوده عندك 100 وانت بتضيف 50. فالمفترض ان الداتابيز هتعمل جمله ابديت هتخلي الكميه اللي موجوده بتساوي 150. انا قريت انا برضو انت لسه ما سيفتش اللحظه دي انا قريت ولقيت ان الموجود في الداتابيز 100 اللحظه دي انا هضيف 70. فالمفترض الداتابيز هتعمل جمله ابديت تخلي الكميه اللي موجوده في الداتابيز كام؟ 170. خلاص تمام. ولا انت لسه تنفذت وانا لسه تنفذت، انت سابق عني، انت سابق عني. بس انا بس قبل ما تعمل ابديت في الداتابيز انت انا كنت قريت القيمه ولقيتها بتساوي 100 برضو زيك ومجهز جملتي اللي هي بتعمل 170. خلاص تمام. وانت مجهز جملتك اللي هي بتعمل 150. دخلت انت وانت عامل ايه؟ ابديت. وانا وراك على طول في قفاك قمت عامل ابديت ماشي. اللي هيبقى في الداتابيز كام؟ اخر جمله وصلنا عند ال 170. 170. طب هو 170؟ لا لا هو المفروض 200 وشويه. لا غلط. 50 زائد 70 220. 120 صح. 100 قبل كده 220. 220 صح. المفروض كده بقت 220 هي اللي بقى في الداتابيز 170 بس عشان ما حصلش لوكي. عشان ما حصلش لوكي. لكن لو انت دخلت قبليه بالثانيه اللي انت دخلت فيها هي